بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الكرام، أهلا وسهلا فيكم مع درس جديد من دروس الأوفلاين المقدمة إليكم من مركز إدلب للغات والعلوم. معي أنا المدرس مازن بيزين، مدرس اليوس قسم مادة الجبر. برحب فيكم. اليوم موضوعنا مثل ما أنكم شايفين تطبيقات التكامل المحدد. شو بستفيد من التكامل المحدد وشو هي تطبيقاته؟ مثل ما شفنا تطبيقات الاشتقاق، مثلا الاكبر، الماكسيموم، المينيمو، القيمه الكبرى، القيمه المحليه الكبرى، القيمه المحليه الصغرى، ميل الداله، تمام. ف فبستفيد الآن من المحدد بإيجاد المساحة. فمثلا إذا كان عندي مثل ما كنتم شايفين منحني فوق المحور X، هذا هو المنحني، يحصر مساحة فوق المحور X، تمام؟ وهذا المنحني آخر يحصر مساحة تحت المحور X. فلإيجاد المساحة فالقانون واضح، هو التكامل من A إلى B، التكامل من القيمة الصغرى للقيمة الكبرى fx dx. وإذا كان تحت نفس الشيء، القانون من A إلى B fx dx ولكن مضروب بسالب. ليش مضروب بسالب؟ لأن التكامل مثل ما حكينا الدرس الماضي ممكن يعطيني قيمة سالبة، ممكن التكامل قيمة ممكن يعطيني قيمة سالبة، ولكن المساحة ما بصير تكون سالب، لذلك اضرب بسالب مشان تصير موجود. مثلا إذا حكينا وأخذنا بعض الأمثلة، يلا مثلا هذا المثال، عندي هذا السطح من 0 ل 2 بدي هاي المساحة، فبتقول بكل بساطة التكامل من 0 ل 2 الدالة x تربيع ب dx يساوي x تكعيب على 3 من وين لوين؟ من الصفر ل 2، بيطلع الجواب 8 على 3 مع الصفر، إذا الجواب 8 على 3 وحدة مربعة، تمام؟ يعني ممكن تلاقيها ب r للتربيع، يعني وحدة قياس مربع. الآن مثلا هذا المثال ايضا بدي احله، بدي ايجاد هذه المساحه لاكس تكعيب، لاكس تكعيب من ناقص واحد للواحد، لاحظ من ناقص واحد للواحد بالكامل، اكس تكعيب دي اكس، فواحد هيعطيني سالب واحد هيعطيني موجب. طب بيقول لي الطالب استاذ التكامل من ناقص واحد للواحد لتابع مثل اكس تكعيب، هذا التابع فردي، صح؟ اي جوابه صفر فعلا كقيم تكامل، بس جوابه صفر ولكن ليس كمساحه، يعني ليست كمساحه، اما كقيمه تكامل نعم جوابه صفر. دير بالك اذا قال لك المساحه فبدك تحسبها، يعني بدك تقول ممكن انا اقول من الصفر للواحد واضرب المساحه باثنين اكس تكعيب دي اكس، وبضرب كمساحه واضربها باثنين، فبصير جواب اس يساوي 2 بي اكس قوي 4 على 4 من وين لوين؟ من الصفر للواحد، وعوض 1 على 4 ضرب 2 1 على 2 وحدة قياس مربع، وحدة قياس مساحة، هي كمساحة. اما كقيمة التكامل فعلا صفر، لانه في كثير طلاب بخربطوا بقول لك انه هذا فردي فجوابه صفر، قيمة التكامل صفر، اما كمساحة بدنا نحسبه. لأن ما في مساحة، ما في مساحة سالبة. طيب نكمل مثلا هذا المثال، عندي المساحة من الصفر للاثنين مثلا، وبدي حساب هذه المساحة المظللة، فبتقول التكامل من الصفر لاثنين، هي التابع عطيك اياها هي 3 اكس ناقص اكس تربيع
بي دي اكس وبحسبها. يلا هي 3 اكس تربيع على 2 بجمع الاس 1 بس الاس الجديد ناقص اكس تكعيب على 3 من وين لوين؟ من الصفر ل 2 وعوض. يعني 4 على 2 2 ضرب 3 6 ناقص 8 على 3 وناقص كل صفر. والجواب صح؟ من الصفر عفوا ل 3 وليس ل 2. من الصفر ل 3. وبالتالي بصير عندي 27 على 2 9. إذا 27 على 2 ناقص 27 على 3 ناقص. فالجواب 3 ناقص 2 1 يعني 27 على 6 ناقص 0 بيطلع الجواب 27 على 6 وحدة مساحة، أو إذا بدك تخصصها على 3 بيطلع 9 على 2. ايضا المسألة اللي بعدها والمثال اللي بعده من ناقص تصل الواحد، اذا هذا تكامل طالما انت شايفه من نص الواحد المساحة اللي من ال x بd x وبتضرب بيساوي. اما اذا ما بتعرف يا ترى هو فوق المحور او تحت المحور ما في داعي ترسمه، احسب المساحة كما هي واذا طلعت معك سالب اضرب بيساوي، لان الاكس كنا بنعرفه يا اما تكامل تنزل يا انت بتكون حافظه عزيزي الطالب. اكس اللي من الاكس ناقص اكس وفي ناقص برا اضرب بناقص هيك وحط من النص للواحد عوض. يلا لان الواحد صفر اذا صار واحد ناقص ناقص من القانون لان النص ناقص لان النص فصار زائد نص بلين النص ناقص نص بهذا الشكل. طبعا مو ناقص لين النص، واحد ناقص نص نص صح، واحد ناقص نص نص. هون عوضنا اول شيء الواحد فعلا بيطلع واحد ناقص كل هذا ناقص كل هذا فزايد نص للنص وناقص نص، واحد ناقص نص نص صح زايد نص من النص وليس ناقص نص بين النص وهو المطلوب وليس سالب، ليس سالب نص بدها تكون مشبه. اذا وناقص نص نص لاحظوا انه هون هن مخلطين، يعني السالب بالسالب موجب وبالتالي هذا لازم يكون موجب. المساله اللي بعدها هون عده مساحات عده سطوح اذا كان عندي، فنحن عندنا من خواص التكامل المحدد انه انا فيني جزه، يعني فيني اكتب من ال A لل B f x d x بكل بساطة فيك تكتبها التكامل من A ل C d x زائد التكامل وين لوين؟ من C ل B f x d x. فهون انا في كامل ال S1 موجب، يعني هون ناقص كبير برا ناقص S1 التكامل تكامل ال S2 موجب فوق المحور هون سالب سالب. في خاصة جدا رائعة بالتكامل المحدد كما حكينا فيها، التكامل المحدد A ل B من A ل B Fx dx زائد التكامل F ال A ل F ال B الدالة العكسية، الجواب هو B F ال B ناقص A ب F ال A. ما بعرف إذا بتلزمكم بس ما في عليها تمارين بكتاب. طيب مثلا هي هذا التمرين، يلا ال A1 5 بتقييم المساحة، المساحة هي من ناقص 5 لل ناقص 3 اف اكس دي اكس
قديش مساحته؟ 5. قديش قيمة تكامله؟ ناقص 5. أيضا الثاني التكامل ناقص 3 ل 2 اكس دي اكس، قديش مساحته؟ 2 12. قديش قيمة تكامله؟ كمان 12 لأنه موجب. أيضا التكامل الثالث من ال ناقص 3 ل 2 هذا هو، وبالتالي الجواب 12 ناقص 5 الجواب 7، ورقم الخيار هو الدي. السؤال اللي بعده او الفكره اللي بعدها انه اذا كان عندك اكثر من منحنى، يعني هذا المحور اكس وهذا المحور واي، وعندك هنا منحني وهون منحني اخر، فايضا حدود التكامل من A ل B المنحني اللي فوق ناقص المنحني اللي تحت، هي اذا انت شايفها، اما اذا ما لك شايفها اطرح المنحنيين ووجد قيمه التكامل، فاذا كانت سالب اضرب بسالب، فانا مثلا رح اكتب هون جي وهون اف، وانا بدي قيمه هذه المساحه، فالقانون بيقول قيمه هذه المساحه التكامل من A ل B المنحني اللي فوق اف ناقص جي بي دي الاكس. هلا شوف لي هالمثال، مثلا بدي قيمه هي التكامل، عندي المستقيم وعندي الداله، فبتقول التكامل من وين لوين؟ واضح حدود التكامل، انا شلون بدي اجيب حدود التكامل؟ بسيطه بتحلها، بتقول اكس تر بي ناقص 4 اكس زائد 3 مع معادله المستقيم اكس ناقص 3، فاكس تر بي ناقص 5 اكس زائد 6 يساوي صفر الى حلين اكس سالب اكس سالب 3 ب 2، فالها فعلا حلين اما الاكس 2 او الاكس شو 3. الثلاثة لاحظ انه هذا هو وهذا 2، وبالتالي التكامل من 2 ل 3 المنحنى يلي فوق المستقيم اكس ناقص 3 ناقص يلي تحت اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص 3 وبتكامل عادي. تعال نكمل يلا. اكس تربيع على 2 او 5 اكس تربيع على 2 اذا بدك، ناقص 6 اكس ناقص اكس تكعيب على 3 من 2 ل 3 ومنعوض. يلا 9 ضرب 5 45 على 2 ناقص 18، وهون 27 ناقص 9 ناقص 2 10 وناقص 12 وناقص 8 على 3 وبنحسبها. لاحظ ناقص 18 وناقص 9 ناقص 27، اذا ناقص 27 10 ناقص 2 ناقص 12 ناقص 2 وفي ناقص صار زائد 2 يعني ناقص 25. الان 45 على 2 ناقص 8 على 3 يا تبسيط 45 على 2 زائد 8 على 3 يساوي مقام 6. 45 ضرب 3 135 وزائد 16 151، راح المنحني اللي فوق ناقص المنحني يلي تحت. نعيد التكامل من 2 ل 3 اكس ناقص 3 ناقص اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص 3، وبالتالي التكامل من 2 ل 3 ناقص اكس تربيع زائد 5 اكس ناقص 6.
يلا كامل ناقص اكس تكعيب على 3 زائد 5 اكس تربيع على 2 ناقص 6 اكس من 2 ل 3. عوض ناقص 27 على 3 ناقص 9 بعدين هون تسعة خمسة واربعين على اثنين خمسة واربعين على اثنين وهي ناقص 18 بعدين ناقص ثمانية على ثلاثة وهون أربعة عشرين يعني عشرة وناقص 12 كلام ناقص 27 زائد 45 على 2 ناقص هنا 10 ناقص 2 ناقص 8 على 3 ناقص 2 27 ضرب 2 54 يعني ناقص 9 على 2 ناقص 6 ناقص 8 ناقص 14 على 3 يعني زائد 14 على 3 يلا ناقص 27 بعد توحيد المقامات زائد 28 على 6 بيطلع 1 على 6 والجواب طبعا. نشوف شو في ايضا اسئلة اذا بدي كامل بالنسبة لي واي. تعال كامل بالنسبة لي واي. مثلا هذا سؤال. يلا بدي كامل بالنسبة لي واي. فبقول التكامل من الصفر لاثنين هو إيه؟ تمام اثنين واي تربيع بدي واي. فبصير واي تكعيب من الصفر لاثنين ويساوي 8. بعدين تكامل من ناقص 2 للصفر 2 واي تربيع دي واي فبتصير واي تكعيب من ناقص 2 للصفر 8 عفوا واي تكعيب 8 على 3 طبعا لانه على 3 ما صار له سجل والجواب 8 على 3 زائد 8 على 3 بيطلع الجواب 16 على 3 تمام هي من 2 ناقص 2 اذا جمعتهم ناقص 0 اذا هي 8 على 3 2 على 3 يعني دفعنا 2 واي على 3 2 وبالتالي هي بتصير 16 على 3 وهي 16 على 3 فبضل الجواب 32 على 3 إذا الجواب أيضا عم بيقول لي هون هام جدا إذا كان عندك معادلة من الدرجة الثانية إكس تربيع زائد بي إكس زائد سي تمام وبدي كاملها عندي هاد الذروه ار كي مثل ما شفنا ومن الصفر للاي فعم بقول لك انه مساحه هذا الجزء هو ثلثين مساحه المستطيل او اي بي سي تمام يعني بتروح بتجيب الكي معروف بالنسبه لك الكي هو طوله او عرضه والمسافه او اي اللي هي 2 ار تمام فالمساحه بتصير الكي كي ضرب المسافه من هون لهون هي 2 ار يعني ضرب 2 ار فالمساحه كي على 2 ار فهي المساحه اذا كي ضرب 2 ار فالمساحه 2 على 3 إذن
ضرب 2 على 3، يعني المساحة يساوي 4 كي ار على 3 باختصار شديد، 4 كي ار على 3 تمام. هون عم بيقول لك نفس الشيء، اذا في عندك هذا الشكل فهو عبارة عن تلت او اي بي سي صح؟ يعني من هون لهون هاي مو الكي، هون تلت اي سي، يعني بتروح بتجيب او اي بي سي المستطيل هاد بتقسمه على ثلاثة بيطلع معك، اما هاد بتروح بتجيب المساحة هاي هي كي ضرب 2 ار وبتقسمها على 2 على 3 يعني 4 كي على 3. خلينا نشوف بعض الأمثلة. يعني مثلا اذا ما بدك تحل عادي من 0 ل 2 بالكامل هذا، مثلا في هذا التمرين من التكامل الصفر لاثنين هذا التابع تابع درجه ثانيه، بنقول بنكمل مثلا هاي الكي 12 السي اللي هو 12 تمام، وبدي من هون لهون اللي هو 2 صح، يعني صارت المساحه المستطيل كله هو 12 ضرب 2 24، وبالتالي التكامل من الصفر ل 2 اي في اكس دي اكس هو ثلث مساحه المستطيل، والجواب 8. او فيك تكاملها عادي، تعال كاملها عادي بيمشي الحال. نعم اذا كاملتها عادي بتصير اكس ناقص 2 للتكعيب من وين لوين؟ من الصفر ل 2 عوض 2 ناقص 2 0 ناقص 2 للتكعيب ناقص 8، والجواب فعلا 8. طيب هيك نوع من التمارين اساتذه كمان رائعه وكمان هامه جدا. شو عمل لك؟ عم بقول لك انه اذا كان عندي انا نصف دائره وتكامل على مجال متناظر، فما في داعي كامل، مباشره بحسب مساحه الدائره وبقسمها على 2 تمام، حتى لو كان هون نفسه تماما. يعني مثلا التكامل من ناقص 3 ل 3 جذر التربيعي ل 9 ناقص اكس تربيع، بنقول هي نصف مساحة الدائرة التي نصف قطرة 3 تمام؟ إذا دائرة نصف قطرة 3 قديش مساحتها؟ 9 باي، إذا بتصير 9 باي على 2 مباشرة. التكامل من ناقص 2 ل 2 تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع، فهي نصف مساحة الدائرة نصف قطرة 2. إذا دائرة نصف قطرة 2 قديش مساحتها؟ 4 باي، إذا 4 باي على 2 شو بيطلع معي؟ 2 باي. طيب مثلا هذا مثل ما قلنا هلا حلينا قبل شوي 3، ف 9 باي على 2 مباشرة من دون ما انا اجرب كامل، يعني انا ما جربت كامل ابدا وطلع معي الجواب. الحجم، بالنسبة للحجم قانون الحجم جدا سهل، يعطى قانون الحجم في التكامل من A ل B باي B مربع المساحة. طبعا اذا عم تدور حول اكس، اذا عم تدور حول واي التكامل من A ل B باي اف مربع الواي بدي واي، او الصوره العكسيه للاكس اللي هي واي تمام. الان مثلا هذا التمرين يلا من وين لوين؟ من الصفر للاثنين الباي ضرب اكس قوة 4 بدي اكس
ويساوي باي ب 2 عفوا اكس قوي 5 على 5 من وين لوين؟ من الصفر ل 2 عوض بيطلع 32 باي على 5 ناقص 0 اذا الجواب 32 باي على 5 طبعا موجود الباي انت بتختار يلي جنب الباي او امثال الباي هاي بالنسبة لي هاد مثلا عم بيدور حول المحور واي فبتعمل بالنسبة لي واي التكامل من الصفر للأربعة واي تربيع لاحظ واي يساوي جذر اكس تاخذ الصورة العكسية فالاكس ماذا يساوي واي تربيع أربعة واي قوي أربعة دي واي وطبعا في باي هلا واي قوي خمسة على خمسة من الصفر للأربعة فالباي ضرب أربعة قوة خمسة يعني هي اثنين قوة عشرة يعني 1024 على خمسة هاي حجم هذا المجسم طيب هدول مسائل كمان سهل مثلا حل هاي يعني التكامل وين لوين من كاملة من ناقص 2 للصفر 3 اكس تربيع ناقص 3 اكس دي اكس بتكاملها بتعوض فبيطلع اكس تكعيب ناقص 3 اكس على 2 من وين لوين 3 اكس تربيع على 2 ناقص 2 من الصفر بتعوض بيطلع جاهز هاي بالنسبة للأسئلة الأسئلة مثل ما انتم شايفين حكينا فيها مثلا هاد هذا هام جدا لانه الطلاب تخربط في مثلا هاد بدك تاخذ القيم المشتركه وبدك تقول 3 على 4 اكس شو بتساوي 3 على اكس ف3 مع 3 بتروح فيبدو انه الاكس 2 هي 2 فبتكامل اول شيء هذا المثلث ما في داعي لمكاملته صح اذا الاكس 2 معناتها قديش هاد عوض يا بالاول يا بالثاني 3 على 2 وبالتالي مساحته هاد نصف مساحة المثلث جداء طولين الضعين قائمين فإس واحد يساوي نص اثنين ضرب ثلاثة على اثنين فيبدو انه ثلاثة على اثنين وهي بتكاملة من اثنين للإي تربيع ثلاثة على إكس بدي إكس وبجمعهم هذا كان كل شيء لليوم هيك بنكون نحن انهينا الاشتقاق الغير محدد والمحدد بيبقى لنا درس الماتريكس الى ان القاكم دمتم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.